بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستظل تسعى مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة. مدبول يؤكد أن الحكومة ستطلق مشروعات كبيرة مع توفير حزمة حوافز استثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي. المجر تلوح بالفيتو ضد عقوبات نفطية أوروبية على روسيا. التاسعة مساء في القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها. وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، هنأ الرئيس السيسي جميع الشعوب الأفريقية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا اليوم يمثل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين دول القارة. وأكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية اليوم تخطو خطوات ثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها وتثبت ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. اختيار يوم 25 من مايو من كل عام للاحتفال بيوم أفريقيا يمثل الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963. في ذلك اليوم وقعت 32 دولة أفريقية مستقلة الميثاق التأسيسي في أديس أبابا، وفي عام 2002 أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي. تحتفل الدول الأفريقية في 25 من مايو من كل عام بيوم أفريقيا، وهو احتفال سنوي يمثل يوم الحرية الأفريقي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والتي تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقي. وجاءت فكرة المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة في غانا في 15 من أبريل من عام 1958 بمشاركة مصر، حيث عرض المؤتمر التقدم الذي أحرزته حركة التحرير في القارة الأفريقية التي ترمز إلى تصميم شعب أفريقيا على التحرر من الهيمنة، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية لأفريقيا. وأسهمت القاهرة في تأسيس هيكل الاتحاد الأفريقي الذي جاء خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية من خلال تقديم الوفد المصري المشارك بقمة لومي في عام 2000، وهي القمة التأسيسية للاتحاد، طلباً لإدخال بعض التعديلات على مشروع الوثيقة، وهو ما أخذ به. وخلال السنوات الماضية سعى الاتحاد الأفريقي إلى تحقيق هذا الطموح بدرجات متفاوتة من النجاح على أسس ومبادئ خاصة بالنهضة الأفريقية وبروح الوحدة الأفريقية والهوية الثقافية والقيم المشتركة وأجندة التنمية المستدامة لعام 2063 للاتحاد الأفريقي. وللمزيد معنا عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 برأيك هل يمكن القول إن هذه المنظمة استطاعت أن تحقق أهدافها التي تأسست من أجلها بعد مرور أكثر من نصف قرن؟ سعادة السفير، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سعادة السفير إبراهيم الشويمي، سوف نعاود التواصل مرة أخرى في سياق هذه النشرة. هذا وتسعى مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية وسط جهود مضنية لتعزيز التكامل القاري وتطبيق الإعفاءات وإزالة العوائق الجمركية. ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي. دكتور أماني، يعني مصر بتسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري، برأيك كيف عززت مصر دورها الريادي في الفترة الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعفت
العلاقات مع التكتلات الاقتصادية بالقارة؟ هو طبعا يعني تحت رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي الذي رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد على ضرورة التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، نعم، والاستثمار في البنية التحتية والطاقة وذلك للصناعة، وأيضا دعم الأخوة الأفارقة في جميع على جميع المستويات ببناء قدرات القطاع الخاص والمرأة والشباب. وكان رأينا اليوم في يعني كلمة التهنئة التي أدلى بها سيادة الرئيس في يوم أفريقيا اليوم، كيف أنه يكون هناك دور للقطاع الخاص الأفريقي وخصوصا القطاع الخاص المصري للبنية التحتية والصناعة، وكيفية تصدير الخبرة العلمية المصرية والمساعدة الشركاء في القارة الأفريقية للصناعة، ودعم مشروعات القارة الأفريقية لتحقيق أجندة التنمية 63. نعم. ودور القطاع الخاص الذي أكد عليه السيد الرئيس اليوم، وأيضا دور الشباب في القارة الأفريقية والمرأة هام جدا، لأنه أجندة تنمية القارة الأفريقية تدعو أن تكون هناك أفريقيا ذات سلم ذات رخاء ذات تكامل اقتصادي يدورها المواطنون الأفارقة. وإذا رأينا أن أصلا أنه إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التي انطلقت أيضا تحت رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، كيف أن يكون هناك لا يكون هناك عوائق اقتصادية، لا يكون هناك جمارك وإزالة جميع العوائق حتى يكون دور القطاع الخاص ويكون هناك منتج أفريقي ذو جودة عالية ذو تنافسية عالية، وحتى يكون هناك تكامل اقتصادي بين دول القارة الأفريقية. نعم، يعني مما لا شك فيه أفريقيا سوق واعدة للسوق المصرية، لكن السؤال كيف يمكن مضاعفة الجهود لزيادة الصادرات؟ يعني هناك أيضا جهود للدولة للوصول لهدف 100 مليار من الصادرات. هناك اولا يعني ده سؤال هايل جدا، لانه اذا احنا قلنا ان النهارده التبادل التجاري بين دول القاره اقل من 16%، وازاي ان احنا نضاعف الصادرات المصريه للقاره الافريقيه، فلا بد ان يكون هناك ثلاث عوامل لهذا يعني لهذه المضاعفه. اولا ان يكون هناك تعريف بالمنتجات المصريه التي يمكن ان تصدر للقاره الافريقيه، وذلك من خلال لذلك انشئ مجلس اعمال افريقيا في اطار قرار القمه الافريقيه لزياده التجاره البينيه بين دول القاره وتفعيل منطقه التجاره الحره القاريه، فالتعريف بين دول بين القطاع الخاص الافريقي. ثاني شيء، ازاي ممكن انه مصر تصدر الخبره العلميه بتاعتها علشان خاطر يبقى في تصنيع وان يكون هناك منتج افريقي قوي ذو جوده عاليه وتنافسيه؟ ازاي من خلال الاليات اللي موجوده الان زي مجلس اعمال افريقيا، مجلس اعمال الكوميسا، وجميع المجالس الاعمال واتحادات الغرف التجاريه التي تحت مظلة مجلس الأعمال الأفريقي يتم التبادل التجاري بين دول القارة؟ ويعني احنا يعني مثلا دلوقتي في تحت مجلس الأعمال الأفريقي في لجان متخصصة للتجارة للصناعة للسياحة لدعم المشروعات غير المتوسطة. نعم، سريعا النقطة الثالثة التحتية. نعم. من خلال هذه اللجان المتخصصة الآن يعني ستستضيف مصر إن شاء الله في أكتوبر القادم مؤتمر للقطاع الخاص الأفريقي الذي يدعم التواصل بين القطاع الخاص الأفريقي. نعم. والذي يضم جميع نعم في عجالة النقطة الثالثة في عجالة النقطة الثالثة النقطة الثالثة بناء قدرات القطاع الخاص الأفريقي والتي تشمل المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة المتوسطة التي أيضا دعا إليها النهاردة سيادة الرئيس في كلمته في يوم أفريقيا. نعم، لضيق الوقت أشكرك الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، شكرا جزيلا لك. هذا وقد أخذت العلاقات المصرية الإفريقية اتجاها جديدا منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد، حيث جعل البحث عن حلول لأزمات ومشاكل القارة الواحدة إحدى أهم أولوياته. التكامل التجاري القاري
تطبيق الإعفاءات وإزالة العوائق الجمركية أهداف تسعى إليها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الواعدة مع القارة الإفريقية. ومع تولي الرئيس السيسي سدة الحكم أخذت العلاقات المصرية الأفريقية اتجاها جديدا وسياقا مختلفا، لأنه أعاد أفريقيا إلى مصر وأعاد مصر إلى أفريقيا. وتعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة بإكواس من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث سجلت علاقات التبادل التجاري بين مصر ودول الإكواس حوالي 491.1 مليون دولار أمريكي عام 2019، وهو ما يعادل نحو 7.2% من إجمالي التبادل التجاري المصري مع القارة خلال العام نفسه، وبما يمثل نحو 2.2% فقط من إجمالي حجم التبادل التجاري للإكواس مع العالم. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكوميسا 3 مليارات دولار عام 2020، فيما تبلغ قيمة الفائض التجاري 1.4 مليار دولار لصالح مصر في عام 2020. هذا وتبلغ صادرات مصر لدول الكوميسا نحو 45% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية التي سجلت عام 2021 نحو 4.767 مليار دولار في مقابل واردات بقيمة 2.096 مليار دولار في عام 2020. ذكر تقرير صادر عن منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا أن مصر استحوذت على أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية المنفذة داخل دول تجمع الكوميسا عام 2020 بإجمالي مشروعات منفذة بلغت 32 مشروعاً، مما يمثل نحو 32% من إجمالي عدد المشروعات بدول التجمع. وعودة مرة أخرى للسفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، هل يمكن القول أن المنظمة استطاعت تحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها بعد مرور أكثر من نصف قرن؟ الحقيقة أن الأهداف لم تتحقق كلها إلى الآن، ولكن هناك سعي من مصر بالذات وخاصة في ظل الرئيس السيسي ان بدفع الامور الى الامام لحدوث تحقيق الاهداف. ما هي الاهداف؟ الاهداف التنمية، صح، الوصول بالانتاج الافريقي الى 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 درجة معينة بحيث يستغني الافارقة عن الاستيراد من الخارج بهذا الحجم، وتصنيع المنتجات والموارد المحلية وتصديرها نصف مصنعة أو مصنعة بالكامل. هذا الهدف هدف مهم جدا سعى إليه الرئيس السيسي من خلال شيئين. أنه في قمة في اجتماع حين رأس الاتحاد الأفريقي في قمة في عام 19 و20 كان يحاول أن يدفع بالتحرك الأفريقي نحو هذا الهدف العظيم. الهدف العظيم الذي هو الاستغناء عن الاستيراد من الخارج بقدر الإمكان، صحيح، وذلك لضعف وجود العملة المحلية، العملة الصعبة، والاستغلال الأمثل لطاقات القارة السمراء وكنوز هذه القارة. سعادة السفير، على مدار العقود الماضية كان للدور المصري يعني دور كبير في الحفاظ على روح الميثاق الخاص بمنظمة الوحدة الإفريقية منذ أول قمة استضافتها القاهرة في يوليو عام 64. بشكل عام، كيف تقرأ الدور المصري في المساهمة بحل مشاكل القارة ووضع هذه المشاكل على أجندة العالم؟ والله الحقيقة مصر لم تتوانى إطلاقا في تقديم جهدها كله للعالم الأفريقي. يعني توجد الآن منشئ في وزارة الخارجية صندوق المصري للتعامل الفني مع أفريقيا، وهذا الصندوق حقيقة قدم خدمات كثيرة جدا للدول الأفريقية من حيث التدريب وتأهيل الفنيين في مجالات متعددة. يأتون القاهرة للحصول على تدريبات وعلى رفع مستوى الأداء في عدد من المجالات.
هذا الموضوع مستمر إلى اليوم على نفقة الحكومة المصرية. صحيح. الحقيقة. ثم إن مصر تقدم قوافل طبية. صحيح. للدول الأفريقية وتنشئ عيادات طبية في كثيرة من أفريقيا تساعد على علاج المرضى الأفارقة والجنود للقطاع الصحي الأفريقي. الآن أيضا توجد شركات مصرية تستطيع تمويل المشروعات وهذا أمر مهم جدا. صحيح. لأن التمويل ينقص أفريقيا كل أفريقيا تعاني من عدم التمويل. يعني هي أدوار في مجالات متعددة. مصر لم تتردد لحظة واحدة منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في دعم الأشقاء الأفارقة. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الجنوب أفريقية ناليندي نادور عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام أعمال اللجنة المشتركة، شدد شكري على ضرورة العمل على إيجاد اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. فيما يتعلق بقضية سد النهضة، فمصر بتؤكد دائما اهتمامها واستعدادها وتأكيد رغبتها في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي، ومن خلال مفاوضات يتم من خلالها تحقيق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازي وعادل، يحقق للأشقاء في أفريقيا رغبتهم نحو التنمية والازدهار وتوفير الحياة الكريمة لشعبهم الشقيق، وفي نفس الوقت يوفر لكل من مصر والسودان أمنهم المائي، خاصة مصر تعتمد على النيل بشكل كامل في مواردها المائية. من جانبها قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية أن مصر لديها قدرات واعدة في إنتاج اللقاحات، وأضافت أن بلادها ستعمل على الاستفادة من هذه القدرات والاستقاء من تجاربها وخبراتها. إن مصر تنعم بقدرات واعدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية واللقاحات، وأن مصر بحاجة إلى أن تقتفي هذا الأثر وأن تتعلم الدرس من مصر وأن تتعاون عن كثب مع مصر وأن نستقي خبرات مصر لأن نجعل وأن ندفع هذه القدرات قدما. ننظر هنا وهناك ونتساءل ماذا عسانا أن نفعل. علينا أن ندفع قدراتنا وأن نصقل مهاراتنا لأن نجتاز كل تحدي وكل صعوبة وكل ضائقة. هذا وقد ترأس كل من وزير الخارجية ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا وفدي بلديهما خلال الدورة 9 للجنة المشتركة المنعقدة بالقاهرة. وقد أطلق الوفدان حوارا شاملا لتبادل الرؤى حول مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل نواحي متعددة بالعلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي البيان الختامي للجنة أكد الوزيران الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وبمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، أضاءت وزارة الخارجية مقرها بكلمة أفريقيا، حيث تحتفل مصر يوم 25 من مايو من كل عام مع أشقائها الأفارقة بيوم أفريقيا. يتزامن هذا اليوم مع ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي عكست إرادة شعوب دولة القارة للاستقلال، بالإضافة لتوظيف ثرواتها البشرية ومواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية تطلعات شعوبها في الحرية والتكامل والاتحاد. وفي بيانها أكدت الخارجية المصرية أن العلاقات المصرية الإفريقية تشهد زخما قويا على مدار السنوات الماضية، يعززه إرادة سياسية على أعلى المستويات بالارتقاء بالعلاقات مع دول القارة في المجالات كافة. وأضافت الخارجية أن تحركات مصر في القارة الأفريقية تستند إلى خطوات استراتيجية مدروسة وبرنامج زمني لتنفيذ المشروعات التنموية اتساقا مع الخطط التنموية للدول الأفريقية، بجانب تكثيف الجهود لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة معدلات التبادل التجاري مع الأشقاء الأفارقة. استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وفدا من أبرز الإعلاميين من 22 دولة أفريقية، يرافقهم نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وتأتي زيارة استمرارا للتعاون بين الدول الأفريقية ولعرض دور الأكاديمية في تطوير العنصر البشري في أفريقيا، وذلك من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة وبعض البرامج الأخرى. واختتمت الزيارة بتأكيد أعضاء الوفد على عمق العلاقات بين الدول الأفريقية. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي طرح المسودة النهائية لوثيقة سياسية خاصة بملكية الدولة للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أكد مدبولي أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة. وحول مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أكد مدبولي أن المشروع نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية، مشيرا إلى أن المشروع يساهم أيضا في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة. وحول تطوير الطريق الدولي الساحلي، أكد رئيس الوزراء أنه يتم حاليا الانتهاء من الأعمال والمساحات التي تم تطويرها بداية من مارينا وحتى الضبعة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة وشبكات نقل البترول والغاز ومحطات إسالة الغاز، وكذلك أبراج الاتصالات وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة ممثلي نحو 40 شركة أمريكية. واستهل رئيس الوزراء كلمته بتقديم العزاء في مقتل عدد من أطفال مدرسة ابتدائية بجنوب ولاية تكساس في الولايات المتحدة في حادث إطلاق نار، معربا عن مواساته لأسر الضحايا الأبرياء. وأكد مدبولي أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر تعتزم استثمار رئاستها القادمة لقمة المناخ COP27 العالمية لتعزيز الشراكة بين قطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وهي المجالات التي تتمتع فيها مصر بإمكانات هائلة تشكل نقطة انطلاق للتعاون بين مصر والولايات المتحدة وبناء شراكة مستمرة خلال الفترة القادمة. وخلال لقائه مسؤولي شركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية التابعة لشركة أوتسوكا اليابانية، أكد مدبولي حرص الدولة على تشجيع كل الاستثمارات الجادة وتذليل أي عقبات من أجل تشجيع الشركات القائمة على التوسع في حجم استثماراتها في السوق المصري. وتم خلال اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية أن الشركة تعتزم البدء في تشييد مصنع متقدم لإنتاج المشروعات الصحية والمكملات الغذائية في مصر بحجم استثمارات يصل ل 30 مليون دولار.
تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني المدني الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء بعد تدريبهم وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء بعد تدريبهم وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها. وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها أن رجال الجيش الثاني الميداني عاقدين العزم للقضاء على كافة البؤر الإرهابية بسيناء وتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بمستوى راق ومتميز، مشيرا إلى أن الجيش الثاني الميداني سيظل نموذجا يحتذى به في الولاء والوفاء والبذل والعطاء من أجل الوطن. وقام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين الجدد وأدار حوارا مع المقاتلين حيث أشاد خلاله بمدى تفاهمهم لطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر، وأثنى على منظومة التدريب والتأهيل القتالي الراقي لمقاتلي شمال سيناء وتوفير الرعاية الكاملة لهم مشيدا بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية العالية. والتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برجال الجيش الثاني الميداني حيث نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يقدموه من بطولات وتضحيات، وأوصى رجال الجيش الثاني الميداني بمواصلة التدريب والمحافظة على الأسلحة والمعدات والتحلي بالانضباط العسكري والأخذ بأسباب التفوق محافظين على أعلى درجات الاستعداد القتالي والكفاءة القتالية ليظل الجيش الثاني الميداني درعا من دروع قواتنا المسلحة يحمي الوطن ويصون مقدساته. حضر الجولة التفقدية واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة. نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وقيادات قوات الصاعقة والمظلات عبر الفيديو كونفرنس. عقدت الندوة بمشاركة المختصين من وزارتي المالية والتنمية المحلية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الدور التوعوي لكافة الوزارات وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية، كما يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق القوات المسلحة بالتعاون مع كل الوزارات لتوفير مناخ توعوي يهدف لإطلاع الشعب المصري على استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة 2030. وعلى مدار 3 أيام نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول تحت عنوان التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتأتي ورشة العمل بمشاركة 27 دولة وست منظمات دولية وإقليمية لتعزيز أطر التعاون وتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية. انطلاقا من الدور الريادي والمحوري لمصر في مكافحة الإرهاب محليا وبمحيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ورشة عمل تحت عنوان التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركة مسؤولي وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية ب27 دولة وخبراء 6 منظمات دولية وإقليمية، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة. And I believe that Egypt, in putting together this event, inviting all these key international partners and regional partners, also demonstrates your commitment to this international cooperation and collaboration to address these threats and really enhance security measures in the region. I'm happy to see that there is an increased interest in reinforcing this cooperation.
both in information and intelligence exchange and also in the operational cooperation. مصر دولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب. دورها مهم جدا، تؤكد قدام العالم جميعا ان احنا قادرين المستوى العربي والمستوى الافريقي ان احنا يتم تبادل المعلومات والتنسيق ما بيننا في اساليب إدارة هذه الجريمة ومكافحة هذه الجريمة. ناقشت ورشة العمل المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الإقليمية والدولية والتهديدات الناجمة عنها والظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة، فضلاً عن بحث أفضل السبل لمكافحتها وتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث استراتيجيات مواجهة تلك الأنشطة والحد من انتقال عناصرها. قدر التعديل والتنسيق والضيافة من وزارة الداخلية المصرية، وبدون شك هذا المؤتمر وشراكة مع إنتربول يؤدي إلى زيادة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. The very purpose of this workshop is to unite both the African continent and the Middle East in establishing a platform or a dialogue to share counterterrorism information and to share expertise within the field of border management to strengthen the country's capabilities to intersect and to interdict counterterrorism. It's very important to have you as a partner. I think that everybody benefits from it, and Europe and Egypt also. عبر المشاركون عن تقديرهم للدور المحوري لمصر في مكافحة الإرهاب وضحر فلوله وبالتضحيات التي قدمها المصريون في سبيل ذلك، ما أدى إلى حالة الاستقرار والتنمية التي تعيشها مصر. استطاعت مصر برجالها الأوفياء محاربة هذا الفكر والوقوف ضده وصده، وزيارتنا لمصر ونشوف كل هذا التطور وكل هذا العمران وكل هذا الدورة الاقتصادية الجيدة ما هو إلا دليل على الأمن والأمان في هذا الوطن. التوصية الأولى: تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين الدول الأعضاء. وأوصت الورشة في ختام فعالياتها بتشجيع واستمرار التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنقلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومكافحة استغلال شبكة المعلومات الدولية لارتكاب الأعمال الإرهابية. كما أشادت الوفود المشاركة بالجهود التنظيمية وطالبوا بالاستمرار في تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة دعماً للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات. تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل ثانية بعد هذه ورشة العمل، سيكون موضوعها الأساسي هو تواجد الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة بصفة عامة على شبكة الإنترنت وآليات التصدي، كذلك تشجيع كافة الدول الأعضاء على إحداث خلايا أو وحدات تعنى بتحليل المعطيات حسب قوائم السفر. وقد نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين في ورشة العمل لمرافق ومنشآت أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها في إعداد الكوادر الأمنية وكذا دورها في تدريب الكوادر الأمنية للدول الصديقة والشقيقة من خلال مركز بحوث الشرطة. كما شاهدوا جانباً من تدريبات طلبة كلية الشرطة في الميادين التدريبية المتنوعة والمتطورة داخل الأكاديمية وبرامج التدريب التخصصية لإعداد الكوادر الأمنية المحلية، وأشادوا بمرافق الأكاديمية التعليمية والتدريبية وتفردها في مجال إعداد رجال الشرطة على المستويين المحلي والدولي والذي ينعكس على الأداء الأمني المتميز لرجال الشرطة المصرية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وأوضحت الداخلية أنها تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 60 طن مواد غذائية وغير غذائية.
وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 23 طناً، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 37 طناً. وفي مجال قضايا المخابز أعلنت وزارة الداخلية ضبط 610 قضايا، من بينها 169 قضية خبز ناقص الوزن و140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 285 طن أقماح محلية. أكدت كييف أن خطة منح جوازات سفر روسية للمواطنين بجنوب أوكرانيا انتهاك صارخ للسيادة الأوكرانية. التنديد الأوكراني جاء تعقيبا على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسهل إجراءات الحصول على جواز السفر الروسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخرسون بجنوب أوكرانيا. وتخضع منطقة خرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية، فيما تسيطر موسكو جزئيا على منطقة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا. هذا وقد فقد الرئيس الروسي جنودا جرحى أصيبوا في العمليات العسكرية في أوكرانيا. وتعتبر تلك الخطوة هي الأولى من نوعها منذ أن قامت روسيا بعمليات عسكرية على أوكرانيا. وخلال جولته التفقدية أكد بوتين أن الصعوبات الاقتصادية الحالية ليست كلها مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التوجهات الاقتصادية في روسيا أفضل مما توقعه بعض الخبراء. قالت وزارة الخارجية الروسية إن محكمة ستقام في دونيتسك التي نصبت نفسها جمهورية مستقلة لمحاكمة الجنود الأوكرانيين الذين صمدوا داخل مصنع الصلب في ماريوبول. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يتم تطوير اللوائح الداخلية للمحكمة. جدير بالذكر أن القوات الروسية قد سيطرت على ماريوبول الميناء الاستراتيجي على بحر أزوف بعد أن ألقى الميون في المنشأة العملاقة أسلحتهم الأسبوع الماضي. قال وزير الخارجية المجرية بيتر زيجارتو إن بلاده ستستخدم حق النقد الفيتو ولن تصوت لصالح اقتراح حظر النفط على روسيا. وقال مسؤولون مجريون إنهم لن يدعموا الخطة في شكلها الحالي، وأوصوا بإزالة الموضوع من جدول أعمال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المجرية بودابست ألقى فيه زيجارتو باللوم على الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في دفع الخطة دون ضمان أمن الطاقة في المجر التي تحصل على 85% من غازها الطبيعي وأكثر من 60% من نفطها من روسيا. النشرة التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الفيدرالي الأمريكي يقر بصعوبة منع انزلاق اقتصاد الولايات المتحدة إلى الركود.
يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا استثنائيا لمجلس الإدارة بشأن سعر الفائدة الرئيسي غدا الخميس. وفي وقت سابق قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين إن اتجاهات التضخم الحالية والمعدل الحالي لنمو الأسعار يتباطأ بشكل ملحوظ أسرع مما كان عليه في عام 2015، مضيفا أن البنك رأى بعض المجال لمزيد من التخفيض لسعر الفائدة الرئيسي في عام 2022. أعلن البنك المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يمثل تحديا للشركات والدول المثقلة بالديون. وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن استدامة ديون الشركات والحكومات قد تتدهور في حالة زيادة تكاليف التمويل. أقر رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن التضخم المرتفع والضعف الاقتصادي خارج الولايات المتحدة قد يحبطان جهوده لمنع انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وكان باول قد سعى في الفترة السابقة إلى تطوير جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتجديد سياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000 بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية. أكدت وزارة التجارة الهندية أنها ليس لديها خطط حاليا لرفع حظر صادرات القمح، مشيرة إلى أنها ستواصل الصفقات التي يتم إبرامها مع حكومات أخرى بشكل مباشر. وحظرت الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم المبيعات الخاصة الخارجية للقمح في 14 مايو بعد أن أضر ارتفاع حاد في درجات الحرارة بالمحصول ودفع الأسعار المحلية للصعود إلى مستويات قياسية. إلى العراق، حيث أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى القادمي ضرورة دعم القوات الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، مطالبين بتوخي اليقظة والحذر من مخططاته الرامية لزعزعة الاستقرار. وذكرت الرئاسة العراقية أن صالح والقادمي بحثا مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار ودعم القوات الأمنية في ملاحقة خلايا داعش واليقظة والحذر من مخططاته الرامية لزعزعة أمن المواطنين. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده تبدأ مرحلة انتقالية مهمة لبناء حياة حزبية وبرلمانية هدفها الأساسي هو التنافس البرامجي على خدمة المواطنين. جاء ذلك في خطابه بمناسبة الذكرى 76 لاستقلال المملكة، حيث أشار العاهل الأردني لاكتمال منظومة التشريعات الخاصة بالتحديث السياسي، مشددا على أن الأردن الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة. وبركاته وبعد. فهذا هو الأردن في عيد استقلاله 76. قال حاكم ولاية تكساس الأمريكي غريغ أبوت إن ما تحتاجه أسر الضحايا هو التضامن المجتمعي، وهو أساسي في هذه المرحلة لأن ما حدث من مقتل 19 تلميذا ومعلمين على يد مراهق مسلح كان مروعا. وأضاف أنه لولا أن قوات إنفاذ القانون قامت بعملها لكان الوضع أسوأ بكثير. ما يحتاجونه هو الحب، الذي يحتاجونه هو المؤازرة من كل سكان تكساس ومن كل المواطنين الأمريكيين. دعوني أوضح لكم شيئاً أعرف أنكم تدركونه، لكن الواقع مرير وما حدث مريع. قد كان الأمر ليكون أسوأ، وسبب عدم سوءه وتفاقمه هو أن قوات إنفاذ القانون قامت بعملها. أدان وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان خلال محادثات هاتفية أدانوا التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين اتفقا على التعاون الوثيق من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ. وأضافت أن بارك أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني واتفق على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تنفيذ رد صارم وموحد ضد استفزازات كوريا الشمالية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة على أسئلة مقالية، مؤكدا أن امتحانات شهادة الثانوية العامة ستعقد ورقيا بنظام البابل شيت، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في لجنة الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات. عقدت لجنة الحوار الوطني بحزب الوفد اجتماعها الثاني بمشاركة أعضاء اللجنة. يأتي ذلك في إطار الانعقاد الدائم للجنة لوضع رؤى وأفكار تلبي دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السيد يمامة أن الاجتماع الثاني سيعقب على مخرجات الاجتماع الأول ويضيف بعض القضايا والموضوعات الجديدة التي سيكون على رأسها الترحيب بالشباب وطرح رؤيتهم، بالإضافة لدعوة أعضاء مجلس الشيوخ من حزب الوفد لطرح رؤيتهم. وأشار إلى أن لجنة الحوار ستراجع الرؤى التي تم وضعها في الاجتماع السابق، وهي المتخصصة في وضع القواعد الخاصة باللجنة. بدأنا بعد تشكيل لجنة الحوار وبدأنا أول جلساتها الأربعاء السابق، وقدم كل من أعضاء اللجنة رؤيته، وفي هذه الجلسة نحن نضيف للتعقيبات اللي بعد ما تناولنا الرؤى لأعضاء اللجنة، وإن شاء الله نستكمل الحوار ونضيف هنا الجديد أنني وجهت دعوة للنواب الحزب الوفد في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ لاجتماع يوم السبت القادم ليقدموا رؤاهم أيضا في الحوار الوطني. النهاردة كان في رؤى أكثر وضوحا. احنا عندنا النهاردة في جلسة مناقشة عن التحول الرقمي، عندنا جلسة مناقشة عن المشاركة السياسية للمرأة، أيضا هناك عدة رؤى حول الواقع الاجتماعي المصري. كان الكلام في الأول عن التنمية، فما كانش ينفع نتكلم عن التنمية من غير ما نتكلم عن رأس المال البشري اللي هو التعليم، اللي بيخدم قطاع كبير جدا من المجتمع المصري. فإحنا عندنا حوالي 24 مليون طالب في النظام التعليمي، فكان لازم نتكلم عن التعليم. أكيد إحنا عارفين إن الدولة اتخذت خطوات كبيرة في إصلاح منظومة التعليم في مصر، ولكن دائما التطوير مستمر. لو إحنا بدأنا منظومة التعليم من 2018 كاستجابة لقرار السيد الرئيس بعام التعليم المصري، فكان لازم إن إحنا نتكلم بقى عن التطوير. من أهم الحاجات اللي لازم نتكلم عنها في التطوير هي إتاحة مرحلة التعليم قبل الابتدائي. أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشربجي أن مؤسسات الصحافة القومية تقوم بدورها الوطني في إطار التنوير والوعي باعتبارها من ركائز الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022-2023. وقال الشربجي إنه لدينا مؤسسات وطنية تعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال دورها التنويري والتوعوي، مؤكدا أن الهيئة لديها استراتيجية واضحة تعمل على تنفيذها من أجل تطوير دور هذه المؤسسات. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة دينا فكري. إليك دينا. شكرا لك محمد وسحر. أخبار المال والأعمال محليا وعالميا.
كشف رسم توضيحي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن توقع وكالة فيتش سوليوشنز أن يشهد عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر انخفاضاً إلى نحو 3.5% في العام المالي المقبل مقارنة بنحو 4.6% في العام المالي الماضي. وأوضح الرسم التوضيحي لمركز المعلومات أن القطاع المصرفي المصري انخفضت التزاماته من النقد الأجنبي إلى 17% في نهاية شهر يناير الماضي من نحو 31% في نهاية شهر يونيو 2021، مما أدى إلى تعزيز هذا القطاع. ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بلغ 119.38% خلال مارس 2022 أولي مقابل 110.14 خلال فبراير 2022 نهائي بارتفاع 8.39%. على جانب آخر، أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات خلال الفترة من سبتمبر-إبريل من الموسم التصديري 2021-2022 بنسبة 11.1% لتسجل ما قيمته 1.909 مليار دولار. إلى البورصة المصرية، حيث تراجعت المؤشرات بشكل جماعي في ختام التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسجل رأس المال السوقي مستوى 673.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10415 نقطة، وأغلق عند 10247 نقطة، متراجعا بنسبة 1.61%. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1832 نقطة، وأغلق منخفضا عند 1765 نقطة بنسبة 3.67%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2750 نقطة ليغلق عند مستوى 2660 نقطة منخفضا بنسبة 3.29%. في أسواق المعادن النفيسة، تعززت أسعار الذهب مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج. ليصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1858 دولارا للأوقية، كما سجل عيار 18 نحو 903 جنيهات للجرام، وقد لامس عيار 21 نحو 1055 جنيها للجرام، أما عيار 24 فقد وصل إلى 1206 جنيهات للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8440 جنيها. قالت وزارة المالية التونسية إن الحكومة تأمل في بدء مفاوضات رسمية في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق مالي، بينما تعاني تونس أسوأ أزمة مالية، وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ختم أخبار المال والأعمال، وعودة مرة أخرى إلى محمد وسحر. شكرا لك دينا فكري. تتواصل فعاليات مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية في نسخته 9 تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام، وتقام الفعاليات حتى 28 من مايو الجاري بمشاركة 33 فرقة للفنون الشعبية من 18 دولة بعدة أماكن أثرية بالقاهرة، ومنها مسرح بئر يوسف بحي القلعة بالقاهرة. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. محمود، يعني ضعنا في المشهد لديك وأجواء هذا المهرجان. نعم
الدعم محمد. بعد التحية دعني أنقل لك بداية حالة الفرحة والبهجة التي يعني رسمت على وجوه الجمهور المشارك اليوم. مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين امتلأ عن آخره لمتابعة ليلة جميلة من ليالي مهرجان القبول الذي يطفي بلمسة سماعية وجمالية من مختلف الثقافات والفنون المشاركة اليوم. هناك يعني مشاركة كبيرة جدا من بعض الفرق التي أشعلت المسرح. بدأت الليلة اليوم بأوركسترا ميوزيكانا الذي أشعل أيضا المسرح بموسيقى التراث المصري وهي فرقة من محافظة بورسعيد. ثم كان هناك يعني أيضا فقرات فنية وتبلوهات فنية مختلفة من الفرقة الفنون الشعبية لجامعة عين شمس التي أشعلت المسرح وتفاعل معها الجمهور. أما الآن كما تسمع وترى من خلفي فهي فرقة طبلة السد التي يتفاعل معها الجمهور الآن بشكل كبير جدا. يعني التصفيق والهتافات وأيضا الابتسامة التي رسمت على وجوه المشاركين من خلال هذه الاحتفالات. بعد فرقة طبلة السد ستكون هناك فرقة الفلوكة المبهجة. الكل يعلم أجواء مبهجة وبديعة ينقلها لنا محمود جميل من مسرح بئر يوسف بحي القلعة. وهذا المهرجان مهرجان الطبول في نسخته التاسعة. ومن الفن ومهرجان الطبول إلى آخر أخبار الرياضة والملاعب. نعم ودينا فكري مرة أخرى. شكرا لكما وأهلا بك ومشاهدينا الكرام. أخبار الرياضة محليا وعالميا. استقبل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام القنصل العام لسفارة كوريا الجنوبية في مصر تشاي بيونغ سون لإنهاء الاتفاقية الخاصة بودية منتخب مصر أمام كوريا المقرر لها 14 من يونيو المقبل. كما تم الاتفاق بين اتحاد الكرة والقنصل العام لسفارة كوريا على عمل توأمة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة وتبادل الخبرات. كما طلب القنصل العام إقامة معسكر لمنتخب بلاده في أكتوبر المقبل بالقاهرة استعدادا لكأس العالم 2022 وهو ما تم الترحيب به من قبل مسؤولي اتحاد الكرة. أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيتسو موسيماني قائمة الفريق المسافر إلى المغرب لدخول معسكر استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. تضم القائمة 28 لاعبا حيث يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في 9 مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا والفوز بالبطولة للمرة 11 في تاريخه والثالثة على التوالي. أعلن النجم المصري محمد صلاح أنه سيبقى في ليفربول الموسم القادم بالتأكيد، وأشار إلى أنه يريد التركيز على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. وكان تجديد عقد اللاعب المصري قد أثار جدلا واسعا في ليفربول بسبب رغبته في أجر أعلى، في حين رفضت إدارة ليفربول الاستجابة لمطالبه المالية مما جعل الصفقة معلقة على مدار أشهر طويلة. قد طرح علي هذا السؤال كثيرا هذا الموسم ولا أريد التحدث عن العقد حاليا، لا يزال لدينا وقت طويل، لكنني باق هنا الموسم المقبل بكل تأكيد، هذا واضح، لذا سأبقى الموسم القادم ولنرى بعد ذلك. الأمر يتعلق بالفريق، الآن نحن أمام أسبوع مهم بالنسبة لنا. أنا أركز مع الفريق حاليا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مجددا.
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع نظيره ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري والمقرر له السبت المقبل على ملعب سان دوني في فرنسا. ويسعى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لمواصلة نتائجه الجيدة أمام ريال مدريد من ناحية وثأر من خسارته أمام الملكي بنهائي البطولة ذاتها في مايو 2018 والإقصاء من ربع النهائي الموسم الماضي من ناحية أخرى. بدون الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون موسما رائعا، ومع الفوز بدوري الأبطال سيكون موسما مميزا. أعتقد ذلك لأننا فزنا في بطولتين لا تعرف أبدا عدد المرات التي ستصل فيها إلى نهائي دوري أبطال، فمن الأفضل أن تستخدم الفرص القليلة التي تحصل عليها، لذا فهي الآن مميزة حقا. ختم أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى محمد وسحر. شكرا لك دينا. تمكن غواصون إسبان من تحرير حوت أحدب كان عالقا في شبكة عائمة لصيد الأسماك قبالة جزيرة مايوركا الإسبانية في البحر المتوسط. وهذه هي المرة الثالثة التي يعثر فيها على حوت أحدب حول جزر البلغاس، ورصدت سفينة على بعد نحو 5 كيلومترات قبالة الساحل الشرقي لمايوركا الحوت الذي كان قد أصابه الوهن، ما دفع مركز الإنقاذ البحري في بالما دي مايوركا إلى التحرك. والآن وقفة مع أخبار الطقس والحالة الجوية. ودينا فكري، شكرا لك سحر ومحمد، وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا الخميس على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ من القاهرة 34-21، الإسكندرية 28-19، مطروح 27-16، بورسعيد 28-20، الإسماعيلية 34-18. نتحول إلى السويس 33-20، العريش 28-18، طابة 35-19، شرم الشيخ 36-25، الغردقة 36-26، الأقصر 38-23، أسوان 39-24، الوادي الجديد 38-23، شلاتين 35-24، وحلايب 31-23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وهذه أبرز لقطة لهذا اليوم. انتهت نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستظل تسعى مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة. مدبولي يؤكد أن الحكومة ستطلق مشروعات كبيرة مع توفير حزمة حوافز استثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي. المجر تلوح بالفيتو ضد عقوبات نفطية أوروبية على روسيا. بهذه العناوين انتهت نشرتنا، وثواني معدودة ويبدأ برنامج التاسعة. ويوسف الحسيني، أهلا بك يوسف. ازيك يا يوسف، عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ كله تمام؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة يوم إفريقيا. وانت طيب. كل سنة وانتم طيبين. هستأذنكم نبدأ فقراتنا. أشكركم.